ضعفهم اللي هي نقطة ضعفهم يا كابتن عادل. النهارده نفس المشكلة الدفاعية اللي في الأهلي هي هي تقريبا نفس المشكلة اللي في دفاع الوداد زي ما دكتور أحمد كان بيتكلم. قول لي كده اسمه ايه المدرب المنجدي؟ جاموندي هيتعامل ازاي بقى؟ هيحل المشكلة دي ازاي؟ مشكلة خط الدفاع؟ لا هو هو لو المشكلتين متشابهتين لا الاهلي حلها بشكل اسرع وشكل اسهل. يعني الاهلي حلها في اخر مباريات، احنا كان عندنا مشكله في الحاجات اللي في خلف المدافعين اتحلت اخر مباريات بشكل كبير جدا. كل الكور الطويله اللي في ظهر الديفنس اتاخدت يعني لغايه مباراه بيراميدز لسه عندنا شويه في الكرات المتحركه، يعني الكرات العكسيه شويه يمكن دي فيها. لسه فيها بس محلوله شويه، عندنا مشاكل كتير في عمق الدفاع حاجات كتير في عمق اللي في خلف المدافعين الباكات والاثنين سنتر باك. لا كان عندنا مشاكل كبيره فيها. والمباراه الاخيره انت لعبت مع فرق بتعمل كاونتر اتاك كويس زي المقاولين، بيراميدز برضو بيعمل كاونتر اتاك كويس، ام بي دول من احسن فرق بيعملوا كاونتر اتاك في الدوري. ما عجلتش يعني في اعتقد في كوره وحيده في مباراه ام بي اللي اتلعبت في يعني كانت اتلعبت في الجهه العكسيه وايمن اشرف راح غطى فيها، دي بس الكره الوحيده اللي ممكن تلاقي فيها ان فيها مشكله. لكن قبل كده لا كان في حاجات كتير بتحصل. لو جينا مسكنا المباريات كلها من اول مباراه الام بي في الدوري وبعد كده مرورا بالانتاج ومرورا بكل الماتشات هتلاقي في مشاكل كتير. كان عندك مشاكل كتير تانية في استرجاع الكره. استرجاع الكره كان عندك مشكله كبيره جدا فيها، ما كناش بنعرف نشتغل عليها كويس. كان في تواجد يعني من اللعيبه ولكن ما كانش في استخلاص الكره. الفتره اللي فاتت في الثلاث مباريات انا بالنسبه لي كان في ايجابيات كتير جدا، منها الوقف الدفاعيه، بقى عندك شيب دفاعي كويس، ودي حاجه من الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها الفتره الاخيره. بلغه الكوره لما تيجي تشتغل حاجه على ورقه بيضه، عايز اقول ورقه بيضه، الوقت اللي كان فيه فايلر قبل ما يمشي ورقه بيضه، بمعنى ان انت ما اشتغلتش على حاجات كتير، ما كانش في تفاصيل بتشتغل عليها، كنت شغال على خطوط عريضه، عندك كواليتي مختلف من اللعيبه فبيأدي لك بشكل كويس، بيجروا كويس، ولكن ما كانش عندك تفاصيل، الحاجات اللي جوه، الحاجات اللي هي في الهاف سبيس اللي موجوده في نص الملعب الخصم، ما كناش بنشتغل عليها خالص. قصدك ان موسيماني جه اشتغل من اول وجديد؟ اشتغل ده، لا مش من اول وجديد، لا هو احيانا لما بعمل حاجات بسيطه الحاجات دي بديهيات في الكوره، بقت حاجات اساسيه في الكوره، فلما عملتها شكلها بان ليه؟ عشان هي ما كانتش بتتعمل بقى لها فتره. فبالتالي دي اضافت له، يعني احنا شايفين في ناس حكمت على موسيماني ان هو عمل مجهود كبير جدا، هو طبعا مجهود يشكر عليه ولكن هو ده الطبيعي، هو رجع الفرقه لحالتها الطبيعيه. كان عندنا تغيير كتير جدا في مراكز هو عدل الفرقه كابتن عادل، اقدر اقول لك عدل الفرقه البوزيشن. لا وفي حاجات مهمه كمان هضيفها لكلامك، ان في وقت من الاوقات ان كان النادي الاهلي كمان ما بقاش يلعب كور طويله ونعتمد على الكره الثانيه، بدانا نطلع بالكوره بشكل كويس من اول يوم اللي اتصاب فيه الشناوي. انت بتشتغل من اول يوم، حتى علي لطفي لما نزل الماتشين اللي بعديه وعلي لطفي ما عملش ولا كره طويله حتى لو ضربه مرمى، حتى لو لعبها طويله بيلعبها الواحد كره بايده رجل او كره طويله ما اتعملتش خالص قليل جدا. ودي حاجه برده من الحاجات اللي بينت ان النادي الاهلي ليه شكل كويس، وده دي الصفه الاساسيه للنادي الاهلي، ان انت عندك استحواذ. فالنادي الاهلي عنده نقاط قوه كمان كتيره، نقاط الضعف اللي احنا بنتكلم ان هم متشابهين فيها اعتقد الوداد لسه ما حلهاش. اتفرج على ماتشاتهم في مشاكل كتير جدا في السرد باكين وظهر الباك الشمال كمان. يحيى عطيه يعني عنده مشكله كبيره جدا، لو لاحظت ان يعني معظم 90% من كل الكور اللي بتروح على فرقه الوداد من ناحيه الشمال ناحيه يحيى عطيه، يعني يمين النادي الاهلي.